الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما. صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، افتح علينا فتوح العارفين بك. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من فتاوى الناس. نستكمل اليوم الحديث عن صلاة الاستخارة، وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: ما رأيك في من يرى أن الاستخارة تخالف الأخذ بالأسباب؟ ومعنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. مولانا أهلا بك. أهلا وسهلا بك مولانا. يعني ونحن نتحدث بصدد صلاة الاستخارة، ونحن حريصون والمشاهدين دايما حتى عبر أسئلتهم الدعاء، ونكرر نؤكد على الدعاء. البعض يقول لا أستطيع أن أحفظ الدعاء، دعاء الاستخارة المأثور اللي أنتوا حضراتكم قلتونا عليه. طب لو جاء على قلبي دعاء كده بعد الركعتين، هل يجوز ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بنتكلم في أكثر من حلقة عن صلاة الاستخارة. أيوة. وده شيء جميل، لأن احنا عاوزين نرجع الناس دوما لله عز وجل فيما يحتارون فيه. الاستخارة، الكلمة استخارة دي معناها طلب الخيرة، يعني اختر لي يا ربي، يعني يا ربنا اختار لي، انا مش عارف اختار لنفسي. ودي في امور كتيرة احنا قلناها قبل كده في المباحات، وبتيجي في شأن الانسان كله. يجي السؤال: طب بعد ما اصلي ركعتين الاستخارة واخلصهم عاوز ادعي. كتير من الناس بيقولوا ان احنا مش حافظين الدعاء. هو لازم الدعاء؟ انا قلت العلاقة بين الانسان وربه ليس فيها تعنت ولا فيها تشدد ولا فيها لابد أن أكون عالما، لا، العلاقة علاقة قلوب وعلاقة حسن توجه وصدق توجه لله عز وجل. فهنا لو أنا عارف الدعاء أنا ألتزم به لتأسيا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي علمنا كده، وقال لنا عن سيدنا جابر: كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. زي ما بيعلمنا السورة كده بيعلمنا الاستخارة. فاللي عارف دعاء الاستخارة هيقوله بعد ركعتين الاستخارة. طب مش حافظ، إنسان لا يحفظ، يجيب ورقة ويكتبها، وبعد ما يخلص دعاء الاستخارة أمسك الورقة كده وقدامي، وبعدين أحمد الله وأصلي وأسلم على سيدنا مولانا رسول الله، وبعدين أدعو دعاء الاستخارة من الورقة، بس قلبي يكون حاضر وانا بقرأ الورقة. أيوة. وانا بقرأ الورقة زي اللي حافظ بالظبط، طالما انا مش قادر احفظ. طيب ما عندناش تعنت، انا لا حافظ ولا بعرف اقرأ، اعمل ايه؟ أيوة. اقول له طيب احنا اصل الاستخارة ايه؟ كلمة الاستخارة قلت طلب الخيرة. طيب. انا بخطأ بقول لك يا رب اختار لي. فاجي بقى للناس اللي هم الطيبين، الناس اللي مش حافظين، او حتى اللي هم يكونوا مثقفين ولم يحفظوا دعاء الاستخارة، بس أنا يعني أدعو الناس وأشجعهم اللي يقدر يحفظ يحفظ. ليه؟ قلته لأن ده عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أعمل إيه؟ أروح برضو رفع إيدي، وبعدين أروح أحمد الله وأثني عليه، ثم أصلي وأسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده أدعي بأي حاجة. يعني مثلا أهو هبسط الأمور، واحدة متقدم لها واحد عشان يخطبها، تعمل إيه وهي مش عارفة دعاء الاستخارة أصلا؟ ست كده او بنت على طيبه، فهتعمل كده زي ما قلت، صلي ركعتين استخاره، تحمد الله بعد ما تسلم، تسلم او صلي على سيدنا النبي، وتقول له يا ربي كده انا مش عارفه دعاء الاستخاره ومش قادر احفظه ولا عارفه اكتبه ولا اقوله من الورقه، وانا جايه لك في امر مهم في حياتي. يا ربي في واحد متقدم لي، لو هو كويس قربه مني، ولو وحش اصرفه عني. بس وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. في اسهل من كده؟ ابدا. الكلام وصل ولا ما وصلش؟ انكم لا تدعون اصم ولكنكم تدعون سميعا بصيرا مجيبا سبحانه وتعالى. الله يعلم ما في القلوب، لو عجز اللسان عن التعبير الله يطلع على القلب بما فيه من انوار من القلب، ويلاقي منك الاخلاص وانت عاوز الاستخاره بجد وبصح وصحيح بس مش حافظ. هيقول لك انا مش محتاج ان انت تدعي لي، انا عارف اللي في قلبك وهختار لك اللي احسن لك في دنياك واخراك، وهيختار لك بدون الدعاء طالما مش عارف اقول الدعاء. يبقى الامر بسيط خالص لو انا عجزت عن الدعاء، عن الحفظ بالكتابه
ولو عجزت عن الكتابة ومش عارف أقرأ، للناس اللي هم مش متعلمين خالص الأميين أقول لهم اعملوا دعاء الاستخارة، وكمان تدعو بأي دعاء على قلبك بس في الموضوع بتاعك، امشي يا رب في الطريق ده ولا ما امشيش، ويسميه اخش في التجارة دي ان انا هشتري البضاعة دي ولا الفلانية ولا ما اشتريهاش، اختار لي. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا الامر وهذه الاستخارة لانه لا تكليف مع العذر، وهو لعذر ان هو بيعرفش يحفظ ولا بيعرف يقرأ، يبقى خلاص زيه زي المتعلم اللي هو بيحفظ تماما ويمكن اكثر، يرجع بقى لصدق التوجه والتوكل على الله عز وجل. مولانا، يمكن البعض يقول اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، طب ايه المانع اني اقرا الدعاء او الدعاء اللي هيجري ربي على قلبي، هيجري ربي على قلبي بعد الصلاه واثناء السجود في ركعتي او في صلاه الاستخاره، يعني هل في مانع في كده؟ يعني مش بعد الصلاة؟ لا هقول بعد الصلاة كده وكده عشان بيطمئن قلبي وأنا ساجد. ده أنا عاوزك تقوله في كل سجدة، عاوز لما نصلي ركعتين اللي هم الاستخارة فيهم أربع سجدات، كل سجدة تستخير في السجدة وبعد كده تقول دعاء الاستخارة بعد الصلاة. عاوزك على طول، إن الله يحب العبد اللحوح الملحاح، يعني إيه؟ بيفضل يسأله على طول في المسألة دي، أنا عاوز أتجوز البنت دي، أنا عاوز أتجوز الشاب ده، أنا عاوز المنصب ده، أنا عاوز الأولاد الفلاني، أنا عاوز ولد، أنا عاوز بنت، طب أنا عاوز خلفة أصلا، طب أنا مش عارف، عاوز أخف. شوف بيحب العبد الملحاح، ويقولون جبريل بيقول له إيه والملائكة، يا ربي إن فلانا لا يزال يدعوك ويلح في دعائه، قال زاروني وعبدي فإني أحب أن أسمع صوت عبدي بالدعاء. الله، بحب أسمع صوته، مش عشان خاطر مش هلبي دعاءه، أنا هلبي دعاءه، بس بحب، ربنا يحب سماع الصوت بالعبودية، فينزل عليه من آثار الربوبية ويحقق دعاءه ويلبي مطلبه وسؤاله. يبقى هنا حضرتك يسأل هو ساجد، يسأل زي ما قلت حضرتك كده، سيدنا النبي قال ايه؟ قال فأكثروا فيه من الدعاء اللي هو في السجود فإنه قامن، يعني جدير أن يستجاب لكم. وده اللي قال القرآن ايه؟ قال فاسجد واقترب، أول ما تسجد أنت قريب في الحضرة وفي الساحة. لذلك أنا قلت قبل كده ايه؟ السجود يعني انكسار، وانكسار يأتي بعده الانجبار. يبقى هنا أول ما تنزله وانت متواضع حتى جبتك على الأرض وسألت هيلبيك ويجبرك على طول. انكسرت فانجبرت، انكسرت فانجبرت. آه. عندما تظهر العبودية يعطيك من عطاء الربوبية، وهكذا. يبقى الواحد ممكن يدعو في الأربع سجدات اللي في الركعتين ويطول في الدعاء، بس عاوز أقول كل مرة عاوز نبدأ دعائنا بالنور بتاعنا اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بدأت به دعاء وختمته به إلا استجاب الله لك ما بين الصلاتين على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقبل الصلاتين، وجل ربنا أن يقبل طرفي المسألة ولا يقبل وسطها. عشان نفهم أنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة. نعم، من خلال هذا المعنى ومن خلال هذا التطبيق المباشر لكل مسلم. مولانا، طيب أنا ما صليتش ركعتين ولساني يجري بالدعاء، يعني الوقت يعني اللي أنا رايح فيه الموضوع ده والمشوار ده جاني فجأة كده وقلت لا ده أنا أدعو من غير صلاة، ما الذي يمكن أن يكون في هذه الحالة؟ إحنا برضو قلنا هنا ده من عدم التعنت مع السهولة في العبادة. ربك عاوزك تروح له بأي طريق، أيوة، وبالمستطاع. الله. أنا ما أقدرش إن أنا أصلي ركعتين، ما أقدرش أقول دعاء الاستخارة، ما تقولوش، ما أقدرش أصلي صلاة الاستخارة. ليه؟ لأن رايح دلوقتي للأمر ولازم إن أنا أستخير. طب أنا لم أتوضي وأنا في الشارع ورايح اهو عشان استخير على الموضوع ده، اعمل ايه؟ قال لك وانت ماشي كده في سرك او عرفت تقول ببقى بلسانك ادعي ربنا عز وجل بدعاء الاستخاره لو انت حافظه. شوف بقى، يبقى لو مش هصلي الصلاه عشان الوقت ازف خلاص، اروح قايل دعاء الاستخاره مع البدايه بالحمد لله والثناء عليه والصلاه على سيدنا النبي، واقول دعاء الاستخاره ثم اختم بالصلاه على سيدنا النبي. طيب انا مش حافظ الدعاء كمان ولا اعرفه ومعرفش اقرا ولا اكتب، ورايح بقول للناس، عامة الناس كلها، ورايح السوق اشتري، وانا اشتري النهارده اهو، اشتري النهارده مثلا الملوخيه دي ولا ما اشتريهاش؟ بعض يقول كده، فاستخير. بعض السيدات يفعلن هذا، يستخرن الله في كل شيء حتى وهي ذاهبه الى السوق،
متردده وانا اشتري ولا ما اشتري. اول ما يجي تردد معناه الاستخاره، طالما ان مش امر واجب ده امر مباح. فاقول اهو، فاقول له يا رب اختار لي اهو، يا رب يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب اختار لي اشتري بتاع دي النهارده ولا بلاش. اه يا رب اشتري ولا بلاش، يا رب اشتري ولا بلاش. ثلاث مرات كده ولا سبع مرات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هتروح تلاقي اما الملوخيه مش مظبوطه فمش هتشتريها، يا اما هتروح تلاقي الفلوس معاك مش مكفيه فمش هتشتريها، يا اما هتلاقي ان الراجل اتنرفز عليك فانت اتضايقت مش هتشتريها، يا اما هتلاقي فلوس كامله والجو مهيئ هتشتريها، يبقى ربنا اذلك.